في الولايات المتحدة الأمريكية شهدت ولاية تكساس عملية إطلاق نار، ومن جهتها قامت الشرطة الأمريكية باعتقال مطلق النار في إحدى المدارس الداخلية في تكساس. والآن نتابع على الهواء مباشرة هذه اللقطات الحية من موقع إطلاق النار في ولاية تكساس. الآن نتابع معا على الهواء مباشرة هذه اللقطات الحية لوجود الشرطة الأمريكية والتي قامت باعتقال مطلق النار في إحدى المدارس الداخلية في ولاية تكساس الأمريكية. Thank you.